ايه ده؟ ايه رأيك؟ اوبا، تتكلمي كمان عربي؟ اتكلم 5 لغات. ليه هم قالوا لك ان هم هنا عايزين مترجمين؟ قالوا لي انك زهقان ومحتاج حد يسليك. مين بقى اللي قال لك؟ مين؟ داني. داني يا ابن الاعداني ده طلع. لا ما دام انت جايه بقى من ريحه الحبايب يبقى لازم تاخدي وجبك ولا ايه؟ بس احنا عندنا الضيف لازم ياخد وجبه وانت ضيفه. قلت لي بقى هما كام لغه؟ 5 languages. لا مشوار طويل قوي وانا اصلي غبي شويه في استيعابي، فاهمه؟ تدي الفرنساوي؟ Je parle français comme les oiseaux. لا لا من غير كلام خالص. أنا لسه هتكلم. الله الله الله، دي جريئة قوي بقى بقى. أسألك سؤال؟ ليش عم صوره معروض؟ طب لما أنت عارف السؤال ومتوقعه يبقى من حق أستغرب. لا، عشان أنا عارف إنك غبي. ده واد صايع، هو اللي طلب يشتغل معانا ثم إنه مش متجوز، يعني التسجيل ده مش هيفرق معاه لو حاولنا نهدده بيه. شفت ليش أنت غبي؟ ليش ما بتفكر لبعدين؟ مش بس هلا، فكر 20 سنة لقدام، بيكون الزلمة اتجوز وجاي أولاد، يمكن بنت مثل رود. ساعتها التصوير بيكون له قيمة. هاين رود نعشتها. احنا هنسفرك برا علشان نزرعك في وسط شبكة بتتجسس على مصر. انت مش مضطر ترد على العرض بتاعنا دلوقتي. في الأول وفي الآخر إحنا سايبين لك القرار وإنت حر. الشاي يا عمر. تسلمي لي يا طومة. الحمد لله على السلامة. إيه؟ كنت سرحان للدرجة دي ولا إيه؟ ياه، ده كوكب تاني على رأي مدحت صالح. إنت إيه حكايتك بقى؟ من ساعة ما رجعت من بره وإنت قافل على روحك ومسهل. خير؟ انت عايز الحق ولا بنعمه؟ تزويغه من الرد دي يا عمر؟ طبعا. ماشي، عموما يا سيدي لو مش عايز تفضفض براحتك. فاطمه، احنا هنخرج. مش عايز بقى دخلت على عمر ولقيته مسهم ولا امك والبيت كله فوق دماغي. طب والله عيب عليك، انت تعرف عني كده؟ انت امك. ماشي، واقفه الباب ورايا عارفه، بس على فكره انت ظالمني. خلاص يا فاطمه. فزت يا عمر. بقول لك ايه، متاكد ان انت مش عايز تفضفض يا عمر؟ اخر فرصه. والمصحف في سلوخك. ايه، صعبان عليك العسكري مش عايزه تاكليه؟ لا، بدور على الفخ اللي خلاك تضحي بالعسكري. عندك حق، انا لا يمكن ابدا اضحي بعسكري حتى في الشطرنج. طب وده عشان عايزك. معناه يا حبيبتي. وانا مش عايزه غيرها. دي حاله رومانسيه ولا هتقعديني على جهاز كشف العينين؟ هما وضميرهم بقى، يا رب يطمنوني. دي حالة روقان بقى وأنا ما فيهاش نفس. اقعد وخليك باصص في عينيا وما تكلمنيش عن الشغل وضغط الشغل، لأني عارفة ومتأكدة إنك قدها قدود وتقدر تستحمل أكتر من كده 10 مرات. طب أنت عايزة مني إيه بقى؟ يعني بعد الكلام الحلو ده هقدر أقاوم وأبص في عينيكي إزاي؟ مخبي عليا إيه يا خالد؟ أنا؟ مخبي عليك أنتِ؟ وانا من امتى بخبي عليكي حاجه؟ انا عايزه عينيك هي اللي ترد.
وهي عينين الجيران يعني مع عينيا برضو. لا خدي بالك، انا ممكن اخليهم يصدروا لك الاحساس اللي انا عايزه، دي شغلتي. طب ريحني. شوفها فريده، انا ما كنتش عايز اقول لك علشان ما قلقكيش، بس انت كده كده كنت هتعرفي. فاكره اخر مره كنا عند ماما وبابا؟ اه طبعا فاكره، لما كنت انت وانكل صبري قاعدين لوحدكم. بالظبط كده، بابا تعبان شويه ومحتاج يعمل تشيك اب علشان نطمن على المرض اللي عنده، لان الدكاتره شاكين في حاجه وربنا خايب ظنهم. الفكره دلوقتي ان ازاي هنعمل لبابا التحاليل من غير ما ماما تعرف وزي ما بابا عايز. بس يعني هم شاكين في ايه بعد الشر؟ ربنا يجيب العواقب سليمه. فريده انا مش هنبه عليكي تاني، ماما ما تعرفش. صباح الخير يا حبيبتي. ده غير انك شغال مع لواء في الداخليه سابق، يعني علاقاته كتير، وممكن يطلب منه انه يركب كاميرات في اماكن حساسه، اماكن مش اي حد يقدر يدخلها. يعني بالنسبه لاي حد عايز يجندك كجاسوس انت كنز. ايه جاي من بدري يعني؟ قصدي سيادتك عشان الخطوبة يعني؟ ما تقوليش ان انتوا اتخانقتوا. لا لسه ما وصلناش للمرحلة دي، بس شكلنا داخلين عليها. يا ابني انتوا لحقتوا؟ دي عين بقى. مخنوقة مني يا فندم عشان ما بخرجهاش. معلش بكرة تتعود على نظامنا، بس انت كمان ما تستعجلهاش انها تقدر ظروفك. لا انا تمام، هي بس اللي محتاجة تتأقلم على حياتها. بيني وبينك ستاتنا ليهم الجنة. قولي اخبار عمر ايه؟ من ساعة ما وصلناه امبارح ما خرجش غير لأوضته اللي فيها الوصلات. فضل فيها لغاية 6 الصبح وبعد كده رجع بيته، ولغاية دلوقتي ما راحش الشغل. أكيد ما جالوش نوم، وده شيء طبيعي. أخبار سالم إيه؟